الأستاذ وصل. بابا هو فيه؟ شفته من شباك المطبخ اللي بيطل على الجراج وهو بيركن العربية. هي ما زمانه طالع. قلتلي انتوا في انه دور؟ هتعمل ايه؟ هتنظم الشباك؟ هتموت. ما هو ده اللي هيحصل برضو لو الأستاذ طلع ولقاني هنا وتقوليلي مش هيرجع قبل الساعة 12. لازم حصل حاجة يا جماعة لازم نتصرف بسرعة. طب انا هطلع بره وهقابله وخليه يدخل على اوضته وانتوا تدوا اشاره الحرم عشان يخرج من هنا. يلا قوم على المنطقه. يلا 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 يلا. بسرعه انا سامع صوت الاسانسير جاي. اجروا بسرعه على المطبخ. يلا بينا. يلا اهلا اهلا يا بابا. انا كنت متاكد اني هلاقيكي صاحي. اهلا مساء الخير. ايه اللي رجعك بدري عشان اقعد معاك يا ستي؟ ايه يضايقك؟ لا ابدا. طب وماما طلبوها في المستشفى. طب هترجع ازاي لوحدها بالليل كده؟ لا في دكاتره كتير يوصلوها هناك. ثم كمان هي اللي طلبت مني كده. ثم كمان يعني الاهم ان انا بحب اقعد معاكي اكتر. بس انا كنت هنام يا بابا. هتنامي ولا بتتهربي مني؟ لا ليه؟ عشان ما اكلمكيش في موضوع الولد حيرم. حيرم؟ ماله حيرم يا بابا؟ مش حضرتك اديت له فرصة أخيرة؟ فعلا. بس كنت عايز ألفت نظرك انك تكوني مستعدة لتقبل فشله من غير ما نفسيتك تتأزم. حضرتك يا بابا ما عندكش أي ثقة فيه. على قد الفرص اللي اديتها له ما استفادش منها. كريمة يا حبيبتي، النجاح في مهنة المحاماة ثمنه غالي. عايز مصابرة، عايز جلد، عايز صمود، عايز تفكير عميق. وحيرم ده مستهتر كسلان. أؤكد لك انه دلوقت بدل ما يكون قاعد بيكتب مذكرات في القضية او بيراجع اقوال شهود الاثبات علشان يلاقي فيها مأخذ، وأكد لك دلوقتي أنه نايم في العسل نوم. كريمة، بكرة هتقعدي مع ناس كتير وتقابلي ناس كتير. أنت لسه صغيرة ولازم هتقابلي الشخص اللي تحبيه أكثر من حيرم. ويا ستي، على بال ما تقابلي الشخص ده أنا موجود تحت أمرك، عاشق والهان ما بينامش الليل من حبك. ولا أنا مش كفاية؟ يلا حبيبتي يلا خش على اوضتك نامي. صباح على خير. هو حضرتك انا هقعد في اوضه المكتب اقرا شويه. بابا انا كنت متاكد انها هتنتهي بجناي. بابا بلاش يا بابا بلاش اوضه المكتب. ليه؟ اصل انا كنت عايزه اتكلم معاك شويه. ايه انت مش قولي عايزه تنامي؟ كنت، لكن لما حضرتك جيت النوم راح خلاص. في ايه يا كريمة؟ مفيش حاجة يا بابا، يعني هيكون في ايه؟ في ايه في اوضة المكتب؟ مش عايزة تدخليني اوضة المكتب ايه؟ مفيش حاجة يا بابا. طيب انا هشوف بنفسي. رحت في داهية باسمي يا بابا. اصل انا كنت عايزة اكلم حضرتك في موضوع مهم جدا وخطير جدا. اشوف ايه اللي في اوضة المكتب واسمعك للصبح. في شيء مريب حصل في البيت ده اثناء غيابي ولازم اعرفه. اوعي من قدامي يا كريمة. الله كريمة، مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ الله يا شعبان، يا رمضان، يا سالم، رؤية، تعالوا حولي يا سعادة البيت. كريمة اغمى عليها. تعالي تسنديها معايا. حاضر. نوديها اوضتها. حاضر. بس يا حبيبتي على بيت. انا مش سباك. ليه؟ قدامك اهو الدكتور وصلك. راح انا استخبت كريم. ايه ده في ايه؟ مالك واقفين كده ليه؟ اصل ال ما في ايه ما تتكلمش. اصل المدمزيل كريمه. كريمه مالك؟
دايخه مغمى عليها مع البيف اوتو. كوبايه ميه فضم بسرعه. كريمه ها فوق يا كريمه. ايه فائت؟ نعم اي روح نعم. استدها معايا مختار عشان اوديها اوضتها. تعالي يا حبيبتي تعالي. والاستاذ حيرم برضه جوه. شويه ارهاق عصبي. رؤية لو سمحت هاتي لي ربط ايد من الدولاب. حاضر يا فندم. بفكر اخدها بكره معايا المستشفى واعمل لها تحاليل كامله بالذات على الجهاز التنفسي لان من المحتمل. رؤية رؤية انت بتجيب الروب من بيت تاني. ايه اللي قاعد يا بنت؟ اصل 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 ايه انت واقفه متخشبه كده ليه؟ انا اللي هجيب الروب. بابا خليك جنبي خليك جنبي ما تسيبنيش. خليك جنبي انا هجيب الروب ما دام رؤية هاني مش عايزه تعمل حاجه. حركة تمويه ذكية عشان تلفتي نظر القط المكتب. ادخلها من هنا تقوم انت تهربيه من اوضة نومك اللي انت مخبيها فيها. يا بابا اخلصي. لكن الحق مش عليكي، الحق على الانطاع دول حضرات البهوات اللي انا مستأمنهم على بيتي، ومع ذلك سمحوا لشخص عديم الرباية انه يدخل بيتي اثناء غيابي. ده تواطؤ تواطؤ، والمتواطئ في القانون عقابه يساوي عقاب الفاعل الأصلي. عقابكم حيكون صارم، حيكون مرعب. يا سعادة البيت اخرس اخرس يا طباخ درجة تمنع. ما تظلمهمش يا باب. ما ظلمهمش؟ شافوه هو داخل ولا لا؟ لا. ما كانوش عارفين انه موجود في البيت؟ انا بس اللي كنت عارفه، وانا اللي قعدت معاه وهو بيستعين بالمراجع بتاعت حضرتك في القضيه. مراجع بتاعت حضرتي في القضيه في اوضه نومك يا هانم؟ لا كنا في اوضه المكتب، لكن انا شفته في الدولاب. هدي نفسك يا رب هدي نفسك. ما انقذكوش من عقابي غير اعترافها انكم ما تعرفوش حاجه وما شفتوش حاجه. ايوه لكن مهملين، ازاي ما حسوش بيه لما دخل؟ يعني ممكن عصابه تهجم على البيت من غير ما يحسوا بيها. اهمالكم ده حسابه بعدين مش وقته. اتفضلوا. اسمحي تقولي لي التصرف اللي عملتيه ده اسميه ايه؟ استهتار يا مختار. ما فكرتش ولو للحظه واحده ان سلوكها ده ممكن يسبب فضيحة للبيت المحترم ده اللي موفر لها كل اسباب الراحة والاحترام. زملائي الاطباء لما يعرفوا هيقولوا ايه؟ القضاء والمستشارين هيبصوا لوالدك ازاي لو اتعرف ان بنته مخبية شاب في الدولاب؟ في الدولاب يا مختار في الدولاب. شفتوا شفتوا يا رأفت شفتوا شفتوا بعيني. رأفت ما تعمليش في نفسك كده، ما تعمليش كده. كويس كده كويس الحاله اللي وصلت لها والدتك. اتفضلي على اوضتك اتفضلي. صدمه بس بس صدمه فظيعه، انا مش قادره اصدق. وهو قال ايه؟ مراجع مراجع. الاستاذ حيرام يجي في ساعه زي دي علشان يراجع المراجع اللازمه للقضيه؟ تبجح وكذب عمرهم ما صدفوني في حياتي. مختار انت مش لازم تسكت ابدا على الحكايه دي، والبنت دي بقى لازم تلاقي اشد العقاب. لازم لازم لازم. وحيرم لا لا ما تتكلميش عن حيرم. ده اللي هيحصل لحيرم لو كتب بالابر على اماق البصر لصار عبره لمن اعتقد.